إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل تفسير الآية 184 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بعض العلماء يرى أن الفرض كان ليس في رمضان بالنسبة إلى تلك الأمم، فقد كانوا متعبدين بصيام شهر بصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء. وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسند الإمام الربيع بن حبيب والصحيحين أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في جاهليتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صوم يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وذكر جماعة من المفسرين الذين يتتبعون ما عند أهل الكتاب بأن صيام أهل الكتاب غير منتظم، بحيث ليس موحدا في وقت واحد، بل يصومون أياما معينة من شهور مختلفة، كما يصومون يوما قبيل عيد الفصح، هذا بالنسبة إلى النصارى. وشرعوا أيضا صياما عن أشياء معينة، فهم يصومون عن اللبن والبيض واللحم والسمك بجانب استباحة أكل بقية المأكولات الأخرى. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشبه في نوعية الصيام، فأهل الكتاب كانوا يفطرون عند المغرب، ثم بعد ذلك لا يباح لهم الأكل ولا الشرب ولا مباشرة النساء. إذا نام أحدهم إلى وقت فطره من اليوم الثاني، وقد كان ذلك في صدر الإسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا هذه الآية تفيد أن الصوم المطلوب من هذه الأمة كالصوم المطلوب من الأمم السابقة. وعلى أي حال، فإن المستقرئين لأحوال الأمم ودياناتها رأوا أن الصوم مشروع في تلك الديانات المختلفة حتى الوثنية. فقدام المصريين الوثنيين كانوا يصومون، وانتقل هذا الصوم منهم إلى اليونان، فكانوا يفرضون خصوصا على النساء، وكذلك كان الرومانيون يصومون. والصوم في الديانات الهندية لا يزال موجودا إلى الآن. والصوم الذي أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عند قريش في الجاهلية لا يبعد أن يكون من مواريث الديانة الإبراهيمية الحنيفية، وكان ذلك مما تبقى أنهم لم يبدلوا. والله سبحانه وتعالى يبين لنا الحكمة من هذا الصوم فيقول: لعلكم تتقون. وقد سبق غير مرة أن لعل في مثل هذا الموضع هي ليست للترجي على الصحيح،
وإنما هي للتعليم، فهي بمعنى كي، أي لتتقوا. والعبادات المختلفة كلها تثمر التقوى في نفس الإنسان، بحيث تؤثر على سلوك الفرد وتؤثر على سلوك المجتمع. والصوم له هذا الأثر الكبير، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في مطلق العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا. فالتقوى هي الغاية من جميع العبادات. وقد تحدث العلماء كثيرا عن تأثير الصوم على نفس الإنسان حتى يكون سببا للتقوى. ومما قالوا أن الصوم يعدل القوى الشهوانية والقوى الغضبية في الإنسان، بتضييق مجاري الشيطان. ذلك لأن كثرة الغذاء المادي في جسم الإنسان يؤدي بهذه القوى إلى الطغيان، فإذا أضعفت هذه القوى بالتقليل من هذا الغذاء وتنظيم هذا الغذاء كما في الصيام، كان ذلك سبباً لضعف هذه الشهوات وقوة الجانب الروحي في الإنسان. ولذلك كان أصحاب الرياضات حراساً على الصوم، أي أصحاب الرياضات النفسية والروحية كانوا حراساً على الصوم في أعمالهم هذه. والحكماء الإشراقيون يحرصون على الصوم، وإن كان صومهم يختلف عن صوم أصحاب الديانات، لأجل تلقي النفس للوامع الأنوار الإلهية، أو لأجل تأهيل النفوس لاستقبال الإمدادات الربانية، لأن شعور الإنسان يرق بهذا الصوم، بخلاف ما إذا كان الإنسان تمتلئ معدته بالطعام. وذكر بعض المفسرين أن المراد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا، فتحرصوا على أن يكون الصوم في ميقاته المحدد لا في وقت آخر كما فعل من قبلكم. ومنهم من قال بأن المراد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تضعفون، لأن الصوم يضعف القوى الشهوية، فإذا ضعفت كان ذلك سببا لتقوي جانب الروح، فيتقوى جانب التقوى على الجانب المعاكس له. ولا ريب أن للصيام تأثيرا على النفس الإنسانية، وتقوي لجانب الإرادة على جانب الشهوة. فإن الصوم كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بكون الصوم وجاء أنه يضعف هذه الشهوة، وذهب آخرون إلى أنه ليس المراد به ضعف قوة الشهوة فحسب، بل المراد به أن الصوم يجعل النفس مشرقة فتشتغل بالجانب الروحاني،
وتنسى الجانب المادي، ولذلك يكون الإنسان في حالة صومه مشغولا عن شهوات الحياة الدنيا. ومع هذا كله فإنني أرى أن مراد الآية الكريمة أعم مما ذكروه نظرا إلى الصوم الشرعي المطلوب، فإن الصوم الشرعي ليس هو مجرد الكف عن الأكل والشرب والجماع فحسب، بل الصوم الشرعي أوسع مدلولا من ذلك، ومتطلبات الصيام أكثر من الكف عن هذه الأشياء. فإن الصيام الشرعي المطلوب هو ضبط النفس وقيد الجوارح عن كل ما يستقبح من الأقوال والأفعال، فالمحظورات كلها تنافي الصيام. والدليل على ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الكلام لا يخرج إلا مخرج التهديد، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني عن أي أحد، ولكن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا مخرج التهديد والوعيد، كما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالكلام خارج مخرج التهديد والوعيد، فالذي لا يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. وجاء في حديث ذكره أبو غانم في منونته من رواية أنس مرفوعا ولم أجده مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ينقضن الوضوء ويفطرن الصائم ويهدمن الأعمال هدما: الغيبة والنميمة والكذب واليمين الغموس والنظر بشهوة. فالذي يطلق للسانه العنان لتلغ في أعراض الناس ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ، والذي يطلق لنظره العنان لتنظر محارم الله ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ، وكذلك الذي يصيخ بسمعه إلى محارم الله، والذي يتناول بيده محرم الله، والذي يسعى بقدميه إلى محرم الله، والذي يأتي بأي فعل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ليس له من صيامه نصيب إلا الجوع والظمأ. وعلى هذا فالصائم مطالب بأن يكف عن الأكل والشرب والجماع والمحظورات كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يراعي الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه وما يذر، وبهذا يتحقق المقصود من الصيام وهو التقوى. فتحصل التقوى بذلك، لأن الصوم مدرسة، مدرسة عملية ومدرسة خلقية، فالصائم يعتاد في هذا الصوم على الأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة، ويعتاد على الأخلاق الفاضلة وتجنب الأخلاق المذمومة، فإذا
اعتاد العبد ذلك في شهر من شهور العام هان عليه تجنب هذه المحظورات في سائر العام، فيتحقق الغرض بذلك وهو تقوى الله، فيكون في عداد المتقين، لأنه عود نفسه على ضبطها ومنعها من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل الصائم مطالب بأن لا يقابل الإساءة بمثلها، وهذه ذروة الأخلاق ومنتهى الفضيلة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد سابه أو قاتله، في رواية فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا تعرض الصائم لشيء من الإيذاء من الغير كسب ومقاتلة ومعارضة وظلم وتحدي، فليس له أن يقابل ذلك بالمثل، وأن يقتص ممن صنع به ذلك، ولكن عليه أن يقول إني صائم. بقوله إني صائم يذكر نفسه بأنه في عبادة مقدسة تنافي ما يريد أن يأتي به من التشفي والانتقام من الغير، سواء كان قولا أو فعلا. ويذكر الغير أيضا الذي صدر ما صدر منه من الإيذاء والسب بأنه إن كان مسلما لا بد من أن يكون أيضا متلبسا بهذه العبادة ولو شكليا، وجوهر هذه العبادة ينافي ما صدر منه من الإيذاء والشتم والظلم، فعليه إن كان مسلما حقا وحريصا على صومه أن يكف عما صدر منه من هذه الأشياء. هذه تقوية لجانب الإرادة، جانب الإرادة على جانب الهوى، فإن كل نفس تهوى أن تتشفى وتنتقم ممن آذاها وظلمها، ولكن إذا عود العبد نفسه ذلك في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك في كل عام، هان عليه ذلك في سائر العام، فيكون في عداد المتقين. ومع هذا أيضا فإن في الصوم تقوية لجانب الإرادة على جانب الشهوة من ناحية أخرى، فإن الصائم ليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، إذ الصوم من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الجنة، حديث قدسي. أعمال ابن آدم كلها له إلا الصيام فإنه لله تعالى، ذلك لأنه لا يطلع على حقيقة الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هذا الصائم في مكان لا يراه فيه أحد، وهو جائع ظامئ، وبين يديه الفاكهة اليانعة أو الطعام الشهي أو الماء البارد، ولكن لا يمد يده إلى شيء من ذلك، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في صومه، ويخشى الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه على ما يطلع منه من مخالفته لأمره، فيحرص على أن يصبر على ظمئه، وأن يصبر على جوعه، وأن يستمر على عبادته.
وقد تكون بين يديه امرأته وكلاهما في بيعة الشباب، وهي في أبهى زينتها وأحسن مظهرها، ومع ذلك أيضا يكف نفسه عنها خشية أن يقع في غضب الله سبحانه وتعالى. هذه تربية للإرادة. ومع هذا وذاك، فإن الصوم أيضا يذكر الأغنياء بحاجات الفقراء والمساكين، فهذا الذي اعتاد أن يأكل اللذائذ الطعام وأن يشرب البارد من الشراب وأن يتنعم بمختلف النعم، إذا صام هذا الشهر الكريم يتذكر حالات الذين تعوزهم اللقمة التي يسدون بها مسغبتهم من الفقراء والبؤساء والمساكين، فيرقق ذلك شعوره وإحساسه، فيعطف قلبه على هؤلاء الفقراء والمساكين. فكان الصوم من هذه الناحية أيضا داعيا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ومثمرا للتقوى. هذه فوائد روحية للصائم. وبجانب هذه الفوائد الروحية، هنالك أيضا فوائد اجتماعية وفوائد جسمانية يكسبها الصائم من صومه. ولكن كما هو معلوم أن الغاية من العبادات هي الجانب الروحي، فعلينا إذا عللنا العبادات ألا نعللها بالناحية الجسمانية. فلا نعلل الصلاة مثلا بأنها رياضة بدنية، إذ لو كانت الصلاة مجرد رياضة بدنية لما كانت تختلف عن اللعب بالكرة. ولا نعلل الصوم أيضا بهذه الناحية الجسمانية فقط، بل ننظر الغاية التي نص الله تعالى عليها وهي التقوى، لعلكم تتقون. الفائدة الجسمانية هي الصحة، فإن الجسد تترسب فيه رواسب من فضلات الطعام، تبقى هذه الرواسب في هذا الجسد لا يقضي عليها إلا الصيام، وقد اعترف بذلك أطباء الإفرنج الذين لا يؤمنون بدين الإسلام، ويشير إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. الصوم سبب للصحة، كما أن إضمار الخيل سبب لتقويتها أيضا. فالصوم يفرز هذه، يقضي على هذه الفضلات أو على هذه الترسبات فلا تبقى في الجسم. والفائدة الاجتماعية هي النظام، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده من خلال هذه الفريضة، فريضة الصيام، أن يبتدئوا الكف عن الطعام والشراب في وقت معين. إذا ابتدأ الفجر، إذا طلع الفجر فلا يباح لأحد أن يقدم على أكل أو شرب، ويستمر الكل على ذلك، الملوك والسوقة والأغنياء والفقراء والرجال والنساء، على نفس هذا النظام إلى غروب الشمس، فيتناولون الطعام والشراب في وقت واحد من غير أن يتقدم أحد على آخر. فائدة اجتماعية، تعويد على النظام. ولا يبعد أن يدخل ذلك أيضا في ضمن التقوى، فإن النظام مطلوب. وكلمة التقوى مدلولها عام كما سبق، مدلول واسع، فيدخل في إطار التقوى كل محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق.
ويخرج عن هذا الإطار كل ما نافى ذلك من المذام القولية أو الفعلية أو الخلقية. فكل محمود داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، وكل مذموم خارج عن تقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان قولا أو فعلا أو خلقا. فالصوم يغرس في نفس العبد روح التقوى إذا أدى هذا الصيام على هذا النحو المطلوب. أما الذي يقضي سحابة نهاره وهو يدعي أنه صائم في ذم فلان وفلان، لا يتوقف لسانه عن لمز هذا وطعن ذاك، فإن صيامه لا يورث التقوى بحال من الأحوال. وكذلك الذي لا يتوقف عن محارم الله سبحانه وتعالى التي حذر منها وهو في حالة صومه، فإن صومه ذلك ليس من التقوى في شيء، وليس له نصيب من صيامه إلا جوعه وظمأه. نسأل الله سبحانه وتعالى الحق والعافية. كلمة قاتل، فإن أحد قاتله أو كاتمه فليقول إني صائم. كلمة قاتل لا تعني أنه هو مجرد القتل، نفس القتل لا، ولكن مقصود بذلك آذاه. فإن آذاه إيذاء فعليا فإن هذا الإيذاء لا يقابله بمثله. أما المقاتلة التي تؤدي إلى القتل فعلى هذا الذي يتعرض لذلك أن يكف بأس الغير عن نفسه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير، وأن يهل علينا الشهر الكريم بالخيرات والمسرات، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، سنواصل ما بدأناه من تفسير الآية 184 من سورة البقرة في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.